العموم المغرب، نعود من تاني لكاس الامم الافريقيه والتصفيات، المغرب على الصداره زي ما قلنا 15 نقطه بالنسبه للمنتخب المغربي، ثم الجابون 7 نقاط، ليسوتو 4 نقاط، وافريقيا الوسطى 4 نقاط. تعالوا نروح لمجموعه تانيه، مجموعه المنتخب التونسي اللي منتخب تونس يتصدرها في الوقت الحالي ب10 نقاط. جزر القمر الحقيقه اللي عامله موسم واللي عامله تصفيات ممتازه الحقيقه 9 نقاط، جامبيا 5 نقاط، ومدغشقر نقطتين. ده طبعا ترتيب المجموعه، وهي المجموعه الاولى في تصفيات كاس الامم الافريقيه. تونس تاهلت لكن دون امان من امان الله ما ميش. في حاجه غلط، في حاجه بتتكرر، قد تكون المباريات برضو والضغط اللي موجود مش زي قبل كده، لكن امان الله ما ميش لا يعيش افضل اوقاته بعد موسم ممتاز الحقيقه مع الترجي في الشامبيونز ليج. الامور اختلفت. امان الله ما ميش طبعا حارس الترجي الرياضي هو حديث الساعه في تونس في الاعلام التونسي اليومين دول بعد مباراه مدغشقر اللي اقيمت في بريتوريا في جنوب افريقيا. ارتكب خطا فادح في المباراه. كم سنه دلوقتي امان الله ما ميش؟ هو تقريبا في حدود 20 سنه يعني ما بين 19 و20 سنه. وده نقطه مهمه انه شفت حارس مرمى تونس النهارده، انا بشوف بوعسكر انه لاعب روما يعني بيدي جرس انذار انا موجود كويس، بس ده شيء كويس ان تونس عندها لانه ده اللي عايز اتكلم فيه، انه امان الله ما ميش الفتره اللي فاتت اليومين ثلاثه اللي فاتوا، خلي بالك هو ارتكب خطا الاسبوع اللي فات في مباراه الترجي ومستقبل جابس في الدوري، وكان خطا فادح. حظه كويس ان الترجي فاز بالمباراه دي، وحظه كويس برضو دلوقتي ان منتخب تونس قدر يكسب في المباراه دي 3-2 ويحسم تاهله رسميا. النهارده كان في مؤتمر صحفي في لمدرب المنتخب التونسي، ده الهدف اللي سجلته مدغشقر، شايف الكوره في الهواء فوق ضربه ركنيه، هو بدون اي يعني بدون اي اشتراك معاه 20 سنه جه يمسك الكوره 20 سنه جه يمسك الكوره، الكوره فلتت من ايده، بص هنا الكوره فلتت من ايده خبطت في راسه ودخلت في المرمى بدون اي اشتراك تقريبا من اي لاعب. مشكله الخطا ده ان هو جاي بعد خطا مباراه الترجي وجابس زي ما قلت لك، ففي حديث كتير جدا انه ليه بدا. طبعا هو المدرب قيس اليعقوبي غير ماميش بعد الهدف الثاني، لانه دخل بعد الهدف ده هدف كمان، وهو استبدله بايمن دحمان. وهو اتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي بتاعه قيس اليعقوب كتير عن الضغط الاعلامي المسلط على امان الله مميش، وانتقد الاعلام بشده بشكل غير عادي، وقال ان هو شايف ان مميش هو مستقبل حراسه المرمى في المنتخب التونسي ومحتاج حمايه اكتر من كده. لكن قيس اليعقوبي كمان هو من ضمن الناس اللي مسلطه عليها الاضواء، لانه بيلعب دور المدرب المؤقت للمنتخب التونسي، واللي عمل في المباراه دي في رايي مجموعه من الخيارات الجيده جدا، استبعد بعض اللاعبين على راسهم فرجاني ساسي ويوسف المساكني، اللعيبه اللي هي ليها اسماء، واحنا اتكلمنا قبل كده على المنتخب التونسي وقلنا ان في لعيبه كبيره موجوده في الملعب لكن لا تقدم الاضافه المطلوبه للمنتخب. في المقابل في لعيبه تانية لما بتاخد فرصه بتثبت نفسها، زي على سبيل المثال الاسم الابرز من وجهه نظري بمتابعه هذه المباراه حازم المستوري. حازم المستوري قصه مثيرة جدا للانتباه في المنتخب التونسي. اللاعب ده تخيل انه من 4 سنين في 2019 كان بيلعب في درجة دوري الهواة او في الدرجة الرابعة في الدوري التونسي. كويس. بعدها بسنة انتقل لدوري الدرجة الثالثة. بعدها بسنتين راح النجم المتلوي ده فريق بيلعب في الدرجة الأولى، ومنه انتقل إلى النجف العراقي، ثم عاد الصيف اللي فات للاتحاد المونستيري. ومن الاتحاد المونستيري يلعب لأول مرة مع المنتخب التونسي، يعني تخيل هو من 4 سنين كان في الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة وخاض أول مباراة دي الأندية اللي عدى عليها من سنة 2019 من كوكب دقاش لتوزر للنجم المتلوي. كم سنة النهاردة حمزة؟ يعني الشباب يقول 27 سنة، عنده 27 سنة. بدأ 22 سنة معاه وصولا إلى الانضمام للمنتخب التونسي لأول مرة. وسيبك بقى من كل ده، هي قصة في حد ذاتها مميزة، لكن المشاركة الأولى لما أنت تمسك في الفرصة اللي تجيلك بإيدك وسنانك من أول لحظة، ده شيء مهم. ده يعبر عن أنه لاعب فعلا عنده شخصية جيدة. لو شفت تأثيره في الهدف الأول، هدف اشتراكه مع حارس المرمى والكرة ارتدت لأحد زملائه وسجل منها الهدف الأول، كان اشتراك إيجابي جدا. لكن الهدف الثاني كمان دوره كان أفضل بكتير، لأنه هو كراس حربة سقط لنص الملعب، استلم الكرة، طلب الكرة، أخدها وعمل كرة بينية. هنا هو بيطلب الكرة، شايفين هو آخر واحد بالزي الأبيض ناحية الشمال، وهنا بيلعب دور راس الحربة، هيطلب الكرة، يتحرك لقلب الملعب ويطلب الكرة من لاعب الوسط، وبعد ما هيستلم الكرة هيلف ويحطها بينية بشكل سريع جدا للطيف اللي هو على شماله على طول. الطيف هو والجول هيسجل الهدف الثاني
المهم جدا للمنتخب التونسي في المباراه دي، لانه جاء مباشره بعد هدف التعادل لمنتخب مدغشقر. حازم كمان كان ليه مساهمه في الهدف الثالث، اشترك مع حارس المرمى وساهم في الهدف الثالث اللي سجله علي العبدي في الدقائق الاخيره اللي فيه فازت فيه تونس بالمباراه. ده اداء لاعب بيشارك لاول مره مع المنتخب التونسي في ظل ان المنتخب التونسي بيعيش احد أسوأ فتراته، خلينا نعترف حقيقي. المنتخب التونسي غير مقنع بالمره، والاعلام التونسي والجمهور التونسي غاضب جدا من اداء المنتخب التونسي، وان كان هو بيحافظ على ظهوره المستمر في كاس الامم الافريقيه. اصبح من التقاليد وجود منتخب تونس في كاس الامم الافريقيه. تخيل تونس لم تغب عن المشاركه في النهائيات من سنه 94. السؤال المطروح دلوقتي، هل يستمر قيس اليعقوبي على راس الجهاز الفني ولا لا؟ ده سؤال طبعا يعني مطروح جدا في الشارع التونسي. انت ايه رايك حاليا؟ او لا والله بص، هو اعتقد انه من واقع التجربه التونسيه الافضل دائما للمنتخب التونسي في رايي مدرب اجنبي، بس لازم يكون مدرب اجنبي قادر على انه ياخد المنتخب ده خطوه لقدام، لان منتخب تونس مش عايز مدرب عادي. ايه رايك؟ انا اعتقد ان لازم مدرب اجنبي، بس انا عندي بس تعقيب على حاجه مهمه جدا يعني. موضوع مميش، يعني هنرجع بالذاكره ل 34 سنه ورا، من وجهه نظرك مين اهم الحراس اللي مروا على تاريخ تونس؟ شكري الواعر مثلا. شكري الواعر وعتوقه. تمام، انت جبت الاسم اللي انا محتاجه. شكري الواعر لما بدا في فتره الثمانينات مع الترجي التونسي كان مدرب يعني حارس مرمى كبير جدا ومتوقعين يكون الحارس الاول. حصل هزه كده في المستوى، راحوا جابوا له حارس مرمى كبير سنغالي اسمه شيخ سك اللي كان بيقود المنتخب السنغالي في 86 و90. انا شفت فيديو من فتره طويله وشكري الواعر بيتكلم على انضمام شيخ سك، قال بالعكس انا مبسوط بالانضمام بتاعه، هيشدني يشدني انه عشان يخلي المستوى بتاعي يعني. وبالفعل من بعدها شكري الواعر اصبح شكري الواعر اللي الكل يعلمه في افريقيا، مش في تونس بس ولا في الدول العربيه. فمهم جدا 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 لامان الله مميش في الفتره الجايه ان هو يتعلم من الاخطاء بتاعته، لان هو حارس واعي وفي حد يشده معاه. بالظبط. وفي نقطه مهمه بالنسبه للمنتخب التونسي، انه تاريخ المنتخب التونسي دائما انجح مع المدرب الاجنبي. يعني انا شخصيا افتكر هنري كاسبرزاك المدرب البولندي قاد تونس في 96 للنهائي، مع ملاحظه مهمه جدا. احنا بنتكلم كتير عن ما مشاكل الكره التونسيه، البطوله المحليه محتاجه تطوير. منتخب تونس 96 كان التشكيل بالكامل من الدوري المحلي في ظل منافسه قويه ما بين الترجي غير الدوري وترجي غير الترجي وافريقي ونجم ساحلي غير. ثم اللقب اللي حققته تونس في 2004 كاس البطوله كان مع روجيه لومير مدرب المنتخب الفرنسي اللي كان قاد فرنسا للفوز بكاس اوروبا. فهنا يوريك نوعيه المدرب اللي تونس محتاجاه في الوقت الحالي، خصوصا انها بتعيش ازمه جوده المحترفين وتراجع البطوله المحليه. طيب.